ثانية مو كثير. يا مرحبا ويا هلا وسهلا وحيا الله اللي يشوفونا على قناة روتانا خليجية. اليوم في آخر حلقات هذا الأسبوع من برنامجكم اليومي ساعة شباب. نرحب فيكم في برنامجكم أكيد منكم ولكم، وفي كثير من الفقرات اللي حنخوض فيها نسولف وناخذ ونعطي الأخبار المحلية والعالمية ما تنتهي عندنا، دائما بكل جديد بنكون معاكم، وأيضا فقرات المبادرات الشبابية اللي دائما بنشوف يعني حقيقي مثابرة من الشباب والبنات، أوقات ما نتوقعها وأوقات تكون فعليا موجودة، وحنتعرف على واحدة منهم اليوم، وأيضا في آخر هذه الفقرات من الفقرات المهمة خميس يعني لابد يكون في سلطنة قبل هذا كله. مساء عليكم بالخير ومساء على زميلتي لمياء. مساء النور عليك تراد أكيد، ومساء النور على كل اللي يتابعونا على قناة روتانا خليجية في بداية حلقة جديدة معاكم برنامجكم اليومي برنامج ساعة شباب اللي بيكون معاكم من الأحد للخميس من الساعة 4 للساعة 5 بكل فقراتنا المتميزة والمتجددة دائما وأبدا، ساعة كاملة بنقضيها معاكم بكل حب. كثير من المواقف لمياء يعني نضحك فيها ونستمتع ونستانس لما نكون موجودين فيها، بس في على الصعيد الآخر، الصعيد اللي هو الداخلي اللاوعي، من نقعد مثلا أوقات بيننا وبين نفسنا نفتكر حاجة وإحنا ساكتين نبتسم أو نضحك بيننا وبين نفسنا، هذه المواقف طبعا تختلف من شخص لثاني وعد مداها بيختلف برضو. أكيد طبعا ترادو، كمان المواقف هذه ممكن تتعلق بأشخاص هم اللي يجيبون السعادة بمجرد أن نفتكرهم بالمواقف الكثيرة اللي أسعدونا فيها ورسموا الابتسامة على وجيهنا ومستحيل أن ننساها وتكون دائما من أجمل هذه اللحظات. اليوم سؤالنا على هاشتاغ ساعة شباب كان إيش الموقف اللي بمجرد ما يطرأ على بالك تضحك أو تبتسم؟ خلونا نروح نشوف هذه المواقف اللي كانت معكم. طيب. أول رد معانا من أمل فارس تقول لما كنا صغار أخواني التوأم حرقوا شعر عمتي، أوف أتذكر كانت تصرخ وتضربهم وكنت أضحك عليهم وتقول لي كمان واقفة تضحك. وسهلا مساكم لم يطرد أمل، مساكي أكيد إن شاء الله عمتك ما تكون شايفتنا اليوم. مهاوي تقول أيام المتوسط وأنا طالع الدرج طحت طيحة كأنها سجدة وصحباتي شافوني وجمعوا بنات المدرسة وقلدوني وللأسف إلين دحين يقلدوني، وهنا يكون الموقف جدا محرج ومضحك في نفس الوقت. مو بس تقليد، المفروض أسوي لك تمثال على الموقف اللي صار. رغد تقول كنت جالسة وجاء واحد من البزارين وخذ لعبته وصقعها براسي. بثر ترى بثر وخذ لعبته وصقعها براسي، المشكلة أعصب وهم يضحكون. طبيعي صحيح يعني صحيح طبيعي. أمل صبية حزيران تقول كثير مواقف جميلة تمر علينا بحياتنا الدماغ يحفظها لا شعوريا وتظل تراودنا بين حين وحين وترسم ابتسامة جميلة من غير ما نحس. الله والله يجعل أيامك كلها ابتسام يا أمل. فعليا صحيح. شويق هاشتاق قد يعطيك العافية تقول موقفي أنا وهنوف لما طيحنا أخوها من المرجيحة، والمصيبة أنه هربنا وخلينا المسكين يبكي بالحوش، ولما خالي أعطاه فلوس راح شرى لهم معاهم، هم اللي طيحوا شرى لهم والله في النهاية. والله حنين الولد هذا صح؟ مسكين. بيان خالد تقول كنت بالبيت والكل نايم ما في أحد أقعد معاه، قررت أفيق أختي بطريقتي قلت لها قومي قومي البيت بيحترق، نطت مدري من وين تركض وطبت بالحيط. مساكم حرام عليك يعني انت ما خليتي فيها مسا بعد هذا يا بيان. ران حياك الله تقول مواقفي مع الأطفال لما ألعبهم ألعاب ما لها معنى ويضحكوا من قلبهم تلقائيا أضحك معاهم على ضحكتهم، كنتكم سعيد وأيامك يا رب. الله يرسم الابتسامة دائما على وجهك يا رنيم. حنون تقول لما أتذكر مواقفي الحلوة مع صديقة عمري وأيام من الحلوة أبتسم لا شعوريا وأقول ربي ما يحرمني منها، وهنا حنون ربطت هذه المواقف بأشخاص في حياتها أسعدها. صح. سماهر تقول أيام الثانوي دائما عندها طاعات. سماهر تقول أيام الثانوي كانت أجمل أيام وذكريات محفورة بقلبي، يسعد مساكم. لا والله اليوم هادي أطراد ولمية وكابتن ريما، يا هلا والله سماهر ومساك أكيد يا سماهر. اليوم رايق يا سماهر. توتة تقول لما كنت صغيرة أنا وأختي نتضارب مين يدخل أول السيارة، وذاك اليوم دخلت أنا وتسكر باب السيارة ومن حاله مشينا ونسيناها تجري وتبكي. مبسوطة شكلها تجري وتبكي. ما صورتوها طيب سناب. وفاء تقول أيام المتوسطة كانت أحلى أيام بالذات آخر سنة حياتي لي لولو وطرادي. أهلا وسهلا يا وفاء. حياتنا لك أكيد يا وفاء. سوزان تقول مرة كنت أنا وأختي في سطوح بيتنا وكان ظلام وجاء عمي يبغى يقفل الباب وفجأة نطلع له ونزعق وهو من الفجعة صار ينطنط ويخبط في الباب. والله حرام عليك. تخيل المواقف هذه معاكم ونعيشها من جد حرام. بدي تخبط للباب ليش؟ من الفجعة مسكين. سلمى
تقول اتذكر موقف صاحبتي كانت تنادين تقول لي يا سلمى انت عاميه ما تسمعي، وربي كل البنات المدرسه قاموا يضحكون. انت عاميه ما تسمع؟ ممكن هي ما نعرف ايش الوضع صراحه. طيب ريهام تقول مره اختي عزمتنا على مطعم صيني على بالها رخيص، بس دخلنا شفنا قائمه اسعار اسعار نار، خلتنا نجري من غلوها من غلوها من غلوها. ويكند سعيد، تحياتي ليكم وتحياتنا لك اكيد يا ريهام. تعيش وتاكل غيرها والله. لا حقيقي هو في الاخير والاول والاخير دائما المواقف هذه لما بتصير يعني بنلاقي نفسنا نتذكر اشياء قديمه، حتى لو كان ممكن اشخاص قابلناهم قبل ساعه بس اثروا فينا ويعني كان في وقع على القلب كبير، ولا ما كان نتذكر ونبتسم او نضحك، او قاعد كذا فجاه حتى يقول لك ايش بقى تضحك؟ لا والله افتكرت حاجه مثلا، ولا يكون مثلا راح منه الموقف. فالناس هذولا فعليا ممكن ما يكونوا حتى قريبين مننا، لكن الموقف او تصرفهم ناسبنا وضحكنا. المهم والاهم من هذا كله عفوا انه احنا كنا في مود كويس عشان كذا ضحكنا واستانسنا. اوقات هذا الموقف يحصل، واعرف يعني في بعض الشخصيات اللي تكون كتومه وما تضحك وتكون سيريس، بس يخلص الموقف يخرج من المكان ويبتسم، بس عشان ما يبين مثلا فرحته قدام احد ايش ما كان السبب. اوقات تحصل هذه الامور وتختلف من شخص لثاني. صدق فراد، واحيانا هذه المواقف كمان مو بس انها تسعدنا او تبسطنا، هذه المواقف احيانا ممكن تقوينا في اصعب مراحل ممكن نمر عليها في حياتنا. صح. نتذكر الاشياء السعيده عشان نفرح نفسنا بنفسنا، ما نستنى انه احد ممكن يسعدنا او ننتظر السعاده من شخص اخر او شخص ممكن ما يمد لك او ما يمد لك باي صله في القرابه او الصداقة أو أي معنى ممكن يكون جنبك أو يوقف معك في أصعب هذه المواقف اللي تمر عليك في حياتك. فأنت بمجرد أنك تتذكر هذه الأيام السعيدة أو اللي أيام اللي كنت أنت فيها مبسوط في حياتك، أنت كذا حتسعد نفسك بنفسك. صحيح، يعني في الأول والأخير إحنا نبغى نوصل لمرحلة نبتسم ونستانس، أهم حاجة نتذكر الشيء الطيب. أهم شيء تبتسموا. طيب. خلونا نكمل مواقفكم اللي من جد مرة تضحك اليوم. طيب ريم 18 تقول أضحك على نفسي يوم إني كنت صغيرة وأحاول أكبر نفسي، والحين ندمت بحاول أصغر نفسي. وكنت سعيد تراد ولمية وكابتن ريم. عارف إحساسك يا ريم. أبو دياب يحيى الجنوب يقول أمس في محل جوالات جاء أحد جاء واحد وهو داخل من لمعة الباب صقع فيه، ما قدرت أمسك نفسي من الضحك وفتحت الباب وأنا أضحك وعيالي يضحكون. طب الله يهديك الغلطات الإملائية. حصل خير. حصل خير. أيميد كويس ولا كان فكرك هاي؟ أيميد تقول لما أتذكر إنكم قلتوا علي إني طالبة متوسط وما أحط مكياج، والله كل ما أتذكرها أضحك. أهم شيء أسعدناك يا أيميد. هذا أهم حاجة، دعواتك الطيبة بس يا أيميد. ألاء تقول كنت طالعة من المدرسة راكبة الباص والباص موقف قدام مطب، وأنا قال لك أبغى أركب أول وحدة، طحت على وجهي بس الحمد لله ما حد شاف. كله بسبب المطب، الله يعينك يا لا. بس الطيحات نتمنى إنه ما حد يشوفنا. لا والله، بس والله أنا أضحك على نفسي أوقات. مريم تقول أنا وصحبتي وفصلتنا بمحاضرة الفرنسي وتكليجي أبغى أقول بت تطلع معايا بس بتفخيم الباء بص يعني، وبقلب السين صاد بص، وتصير اضحك وكمل جوابي ببص. حلو. يعني ايش دخل بس سبحان الله. اريج تقول هذا ذكاء على فكره ترى. ايوه التداخل هذا ذكاء. ايوه يعني ذكيه يا مريم. اريج الارضي تقول اذكر مره كنت مع صديقتي ببدايه صداقتنا، كنا بالشارع وكانت تمزح ورمتني على شاحنه كبيره. يا أوكي. الله أوكي. والى يومكم ذا أذكرها بالسالفة ويسعد مساكم. هذه أبداً أنت ما تذكريها السعادة ولا يضحك على ما تذكريها. ويعني إيش وضع مزحكم أنتم؟ خير أتوقع لنا سكاكين ومسدسات في البيت. موسكيتو يا حلات اسمك يعطيك العافية يقول شريت من المقصف فطور وأنا أمشي في الساحة تشقلت قدام كل البنات وتعورت، وأكل المسكين راح فيها. لا هو مو أكلك المسكين، لا تحاول تلف الهرجة، أنت أكيد تفشلت قدام الناس كلهم بس حصل خير عادي. نادية تقول مرة صاحبتي عصبت على المرشدة الطلابية حقتها، وبدل ما تفش خلقها في جروبنا لخبطت وجابت العيد في جروب الإرشاد وسب سب قدام المرشدة. يا الله على الموقف. موقف سيء جدا. ما له أي حتى مخرج، عارفة كيف؟ جدا. هذه واحدة من البنات قالت لك أي حاجة. مستر فواز ايش يقول؟ والله اتذكر لما اقاربي يخلوا الكلاب
تهجم علي ذيك الساعة صرت أسرع رجل في العالم. دايماً صراحة. حكيني. كلنا نشارك في ماراثون نفوز. ما عندنا مشكلة. شويك هاشتاج أدى تقول مقلب سويته في بنت عمي هي تعشق الكادي. الكادي ذاك اللي لونه أزرق عرفته. وأنا فرغت نص العلبة وحطيت عليها موية وحبر أزرق وليامكم ذا ما تدري. ليش يا شويك؟ إيش الكادي؟ الكادي العصير. إيه؟ العصير اللي لونه ازرق تقول فرغته وحطت مويه وحبر ازرق بدل ما يكون العصير ازرق بالضبط وشربته ولين يومك ذا ما تعرف. لا حول ولا قوه الا بالله. علا مازن لا حول ولا قوه الا بالله. انا لازم نلغي في الفقره هذه يا عنود على فكره. تقول علا كانت زميله لي دائما تنام على نفسها وهي على الكرسي وتطيح على الارض والمشكله مو كم مره الا دائما تطيح وكل ما افتكر انسى نفسي من الضحك. يا الله يا ما طحنا اصلا. شوقا اخت نواصر تقول طاحت اختي بالسوق ذي اللي كل ما اتذكرها اضحك تستاهل والله كانت تطقطق علي عاد ما توجع الطيحه الا اذا زاد عدد المشاهدين. بالضبط شوقا والله انك صادقه. حلو. أم جور تقول أيام المتوسط كنا نمشي أنا وصحبتي بالساحة وما انتبهت للعمود وفجأة صاحبتي خبطت في العمود من قوة الخبطة جلست حاضنة العمود. مسكينة. مسكينة يا الله. يعني صراحة كل الردود اللي جاتنا اليوم كلها شماتة يا جماعة. يعني هذا اللي يخليكم تبتسموا وتضحكوا لما تقعدوا تتشمتوا وتتذكروا مواقف أحرجوا فيها ناس كثير وصار فيها إحراج كبير على الناس. المواقف يعني اللي أنا صراحة مواقف كثير جب السعادة. زي إيش أقرب شيء وتحصل شيء؟ كثير. مو مواقف محرجة إني مثلاً طحت في مكان أو طبعاً طاح وضحكت عليه. فرنسيسة طبعاً. لا لا أنا أطيح. لا أطيح بس ما أضحك على أحد ما تشمت على أحد لأني والله وقت ما تتشمت صدقني رح يصير لك نفس الموقف في نفس المكان قدام نفس الأشخاص اللي أنت ضحكت على أحد اللي طاح فيه في نفس. طبعاً ليش الواحد ما يقدر يمسك نفسه إيش يسوي؟ يعني موقف صار لا قدامه. لا لازم تمسك نفسك صراحة. لا والله أنا أمسك نفسي عشان ما يصير فيه. صدق أنا ما عندي مشكلة أطيح نفس الطيحة وأتفشل بس أهم شيء ما أمسك ضحكتي. لا ما اقدر ما يعني في تخيل كمان تكون اختك يعني ممكن انضرب بعدها اذا رجعت البيت. والله لا فيها متعه. عموما احنا يعني المواقف هذه ناخذها كلها بمزح وكلها بطريقه جيده عشان نتذكر اوقات قلت كلمه مره جيده ورائعه والله لمي حكايه انها اوقات كثير انها تقوينا في اوقات ضعفنا. يعني احنا نحتاج اوقات لما نكون لحالنا او حتى في حلقه ناقصه في حياتنا او محتاجين ان نتذكر شيء كويس دائما نتذكر بايجابيه الاشياء المضحكه تدخل علينا السعادة وهي برضو مفتاح إنه إحنا نكمل يومنا ونعيش باقي أيامنا بشكل جدا سليم ورائع بصحبة الناس الجيدة في حياتنا في رأسنا. ولا تنسوا يعني اليوم خميس ونحن طرحنا هذا السؤال بالتحديد اليوم عشان كلكم تفتكروا المواقف اللي تسعدكم وتبتسموا وتكونوا دائما مبتسمين بإذن الله ولا الله لا يجيب الحزن على أي أحد فيكم. عموما مشاهدينا نحن مكملين بفقراتنا بس حنطلع فاصل قصير وحنرجع لكم بعده. يلا مرحبا من جديد. لما كنا نقول دائما انه الشباب والبنات فعلا بيمثلوا الوطن خير تمثيل ودائما نفخر باعمالهم نفخر بانجازاتهم نفخر بمبادراتهم وحقيقه بيتركوا طابع جميل جدا وايجابي الناس ما بينسوا لدرجه انه الناس صارت تسال عن 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 هذه البلاد الطاهره وبتسال عن الدين الاسلامي بسبب هذه المبادرات وهذه الامور. ما كذبنا بالعكس احنا قلنا حقيقه وما وفيناهم حقهم واليوم نبي نسلط الضوء اكثر على هذه المبادرات الشبابيه في احد البلدان خارج اكيد في خارج الوطن العربي. ضيفتنا اليوم اختارت انها تقوم بمبادره شخصيه في السويد تحديدا وحرصت انها تاخذ ردود افعال الناس مباشره. حنعرف اللي صار اكيد بس خلونا نطلع نشوف الفيديو معاكم ونرجع لكم.
ومشرفتنا طبعا في الاستوديو يارا عثمان. يا هلا فيك يارا. يعطيك العافيه يارا. طبعا الفيديو اللي شفناه اللي انت سويتيه بنفسك حقيقة جميل الفيديو يعني. جدا جميل. ونبغى نعرف بداية من فين جاتك فكرة انك تنزلي وتمسكي اللوحة في احد شوارع ستوكهولم، وكمان كتبتي عليها انا مسلمة وارتدي الحجاب وهذا يجعلني، وتركتي التكملة للمارة اللي موجودين في الشارع، من فين جاتك الفكرة؟ في البداية انا شفت النسبة العنصرية بتزيد، فقلت بدل ما اقعد وما اسوي اي حاجة خليني اطلع بنفسي واشوف is it true ولا هذا بس الميديا المفبركة. فانا عايشة هناك، في ناس كثير بيشوفوا الميديا وبيشوفوا العرب والمسلمين كشيء جدا غلط، الايمج اللي بيشوفوه عننا. فقلت بدل ما انا اشوف الاخبار واقول ايه والله السويديين هم عندهم عنصريه وما بيحبون، اطلع بنفسي واتاكد من هذا الشيء. حلو. وكانت ردود الفعل زي ما شفنا يعني متفاوته ما بين هنا وهنا، بس ايش الاكثر كانت؟ الايجابي كان اكثر. حتى في ناس شطبوا على كريزي وارهابيه. فكان شيء جيد اللي شفناه. المقطع هو في اليوتيوب طبعا موجود. جميل. ابغى اعرف بس يارا، مين شجعك على هذه الفكره؟ يعني فكره في البدايه تخوف شويه، خصوصا ان انت محجبه في بلاد اجنبيه، ويعني خطوه شويه جريئه، مين شجعك على هذه الخطوه؟ هو في البدايه كان مجهود شخصي، وصراحه اهلي كانوا خايفين علي ان اسوي شيء زي كذا. استشرتيهم يعني قبلها؟ يعني اوكي بعد ما خلصت يعني الفكره يعني وبعدين في النهايه انه انا عارفه حيكونوا مره قلقانين علي، فسويته ووريتهم، وكانوا مره خايفين انه يعني انك تنشري، انه يتنشر وفي ناس ممكن يضروني او اي حاجه. ولكن يعني دحين بعد ما شافوا ردود الافعال وكل شيء وقالوا يعني اوكي كل جواب. طب يارا في البدايه كانت ردود الافعال اتوقع جدا قاسيه، كيف تقبلتيها؟ هل تقبلتيها بشكل عادي ولا كنت متوتره وكنت خايفه من ردود الافعال وانه تكون هذه النتيجه السلبيه في النهايه؟ هو في البداية يعني أنا يمكن وقفت ربع ساعة وما حد جاء، فقلت يعني is it gonna work ولا أمشي ولا أقعد ولا أستنى. وبعدين أول ما كتبوا إرهابية يعني خفتي. مو خفت، إنه أنا توقعت أكثر من كذا أسوأ يعني. حطيت في بالي أكثر شيء كويس. يا فلما جاء قلت أوكي، ابتسمت لو شفته في الفيديو إنه أوكي طيب. وبعدين ثاني شيء شفته كمان سيء، فقلت يعني ها مش متأكد إيش حيصير يعني. وأول ما بدأ يجي الكومنتات الإيجابية يعني ارتحت مرة، كنت فرحانة جدا، ارتحت إنه في ناس من جد واقفين جنبي وزي كذا وشايفين الإسلام بطريقة صحيحة. إنه المشكلة في السويد إنه الناس ساعات أنا ما أدري هل هم بعيدين ولا هل هم عنصريين. صعب إنك تفرق بين هذا الاثنين. وما كانوا بس كمان بيكتبوا وبيوقفوا يتصوروا معاكي وبياخذوا سيلفيز معاكي وأنت كمان بتصوريهم، فكانت أتوقع نتيجة إيجابية جدا. أحد منهم كتب ستايلش. أيوة. من الأورنج شوز اللي كنت لابسته والحجاب البيرفكت. يعني كان وهي خطوة جيدة في الأخير، إنه إحنا ترى إحنا منغلقين ولا إحنا ما نعرف نفكر ولا ما نعرف نلبس ولا ما عندنا، وهذا كان شيء جيد. المسألة اللي أنت سويتيها حلوة يارا، بس أنا ما فكرتي مثلا تعمليها في بلدان ثانية دول ثانية بحيث إنه الفكرة تنتشر أكثر، وفي نفس الوقت تجمع أحد المبتعثات يعني تكون معاكي مثلا sources من other countries ولا إيش الوضع؟ هو زي ما أنت عارفين يعني هذا ما هو شيء سيف إنه أي أحد يطلع شارع ويسويه. أنا قبل ما رحت أخذت احتياطاتي وكلمت الشرطة وتأكدت إنه everything safe وأقدر أطلع وما حيحصل أي حاجة. حلو، أخذت احتياطاتك. أيوة جميل. وقالوا لي ترى أتكل على الله، بس we cannot guarantee إنه حيصير شيء ولا ما حيصير حاجة. فانا ما امس في البدايه قلت ايوه بناس حوالين العالم يشتركوا في ذا الشيء ونوقف مع بعض. طيب. بس ما اتمنى انه ناس في بلاد ثانيه يسووا ذا الشيء، انه في خطر عليهم. انا علي خطر ما في مشكله، انا اتحمل. تتحملي نفسك. ايوه. ولكن الناس الثانيه ما اتمنى انه يحطوا نفسهم في هذا. نحن ممكن تقول انه موقف شجاع وجراه ما شاء الله كانت فيك يا يارا، لدرجه انه الفيديو هذا انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وتداولوه كثير واعجبوا فيه الكثير من الاشخاص وكل الكلمات اللي كانت موجوده على هذه اللوحه. بس انا سؤالي لك يارا، ايش اكثر الكلمات اللي اثرت فيكي وما قدرتي انه مثلا قلتي انه هذه الكلمه راح تغير حياتي وراح تغير نظره المجتمع في الاسلام وفي الارهاب وفي اشياء وامور كثيره موجوده عنا وفي العنصريه كمان، فمن امام الرجال اللي كانوا واقفين والمره اللي كانوا في الشارع؟ انا اكثر شيء عجبني لما جو البنتين وشخطوا الارهابيه ومجنونه، قعدوا يمكن حوالي 10 دقائق قاعدين يفكروا ايش نسوي ايش كذا، فلما جو وشخطوا صراحه هذا كان احسن رده فعل. اكثر فيكي اتوقع ايوه احسن شيء انه هم بيمسحوا بيقولوا لا ما المفروض انه الناس يفكروا زي كذا. أيوة. فعجبني اكثر حاجه.
وبرضه لما قالوا اني متواضعه وانه انا انسانه زي الناس الثانيين ما في ما تفرق عشان شكلي ولا عشان حجابي كلنا سواسيه فينا. لا حلو حلو الشطبه بس هذا البوزيتيف كومنت كان مره جيد فعلا. الواحد لما شفت علقت او مسحوا الجمله وهذا كان شيء جيد. طيب ابغى اعرف كمان ايش في افكار ثانيه. انا اعرف انه شوفي الشخص اللي عنده جرأة انه يعمل حركه زي هذه ما حيوقف وهذا قراءة يعني ما اعرف اذا كنت صحيح ولا لا في بالك هذا. طيب ابغى اعرف ايش الشيء اللي ممكن في بالك تسويه ثاني من غير ما تحرق الافكار عشان احد يسويها بس فين رايحه توصلي ان شاء الله in the next 6 months قبل 2017 عندي افكار جدا كبيره وما حيكون بس social experiments بس انا كوحده عايشه هناك بدل ما انغلق وما اتعرف على الشعب السويدي ابى اتعرف عليهم اكثر واشوف هل هم باردين هل هم عنصريين كيف شخصيتهم وعشان ناس كثير صراحه ما يعرفوا هم كيف الناس السويديين فحسوي experiments وحسوي pranks وحسوي اسئله وزي كذا اطلع اتعرف على الشعب واشوف بنفسي وكمان فيديوهات ثانيه وكمان يارا انت قمتي بمبادره ثانيه غير مبادره اللوحه اللي مسكتيها في الشارع فقولي لنا وخلي المشاهدين كمان يسمعوا ايش المبادرات اللي قمتي فيها. دحين انا سويت فيديو ثاني برضو لكن لسه ما يعني حيكون حصري في ساعه شباب. ايوه طلعت في شوارع ستوكهولم برضو وما كان معايا زمزم وكان معايا مويه سويديه اللي معروف انه جدا فيور زي فيانا زي كذا فطلعت وخليتهم يجربوا الاثنين وشوف لو عرف يفرق مويتهم ولا الزمزم. ايوه فحتشوفوا في الفيديو رد فعل كلنا طبعا متحمسين نشوف الفيديو اكيد. يارا عثمان سعدنا كثير بوجودك معنا اليوم ونحن قلنا الخبر قبل كذا في اخبارنا وكنا فخورين جدا بوجود امثالك ومبتعثين خارج السعوديه انت تشرفينا واكيد تشرفي بلدك وانت قدوه لكل البنات اللي في مثل سنك وسعدنا كثير بلقائنا معك اليوم. شكرا لك يعني كسرتي كل الافكار السلبيه اللي بيقولوها على المبتعثين والمبتعثات انت وكثير من امثالك يعطيك العافيه حقيقي يعني فخورين فيك وشرفتينا اليوم بوجودك معنا يارا. ودائما وابدا دائما وابدا نقول انه شبابنا وبناتنا فيهم الخير لا ننظر الى يعني بنظره سلبيه او نظره دونيه لبعض التصرفات اللي بنسمع عنها. مو الكل زي كذا صعب يدك ما زي بعض وشبابنا وبناتنا دائما فيهم الخير وعندهم المبادره الايجابيه زي يارا عثمان وغيرهم الكثير. احنا طبعا انا والله مستمتع بالفقره الحقيقه اثرت فيا والله لا كثير. وصدقني في الاخبار كمان راح تستمتع اكثر لانه عندنا اخبار حصريه راح تكون اليوم فقره ساعه شباب. لسه ما تعرفين ايش عندي اختراعات عاد باللي تعجبك في بعد الفاصل ان شاء الله في ساعه شباب خليكم معنا. يا هلا وسهلا من جديد معاكم. ايش بتقولي؟ رجعنا لكم اكيد مشاهدينا في فقره الاخبار والمنوعات اللي بنقدم لكم فيها اهم واخر الاخبار من حول العالم. طبعا اليوم اخبارنا راح تكون مختلفه طبعا وحقيقه مشرفه كعاده الفقرات اللي الان بنكون معانا. وحنبدا باول خبر والله لو تشوف الفاصل خروج وسوالف يعني غير الفقره فقره ثانيه الحاله. في اول اخبارنا لحقيقه الواحد يتشرف ويسعد بهذه الاخبار الموجوده. مبتعث سعودي يخترع جهاز يكشف جنس الجنين من الأسبوع السابع للحمل. تفاصيل الخبر إيش بتقول؟ بشارك الطالب السعودي عبد الله بن محمد سبيه أحد الطلاب برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي والذي يدرس حاليا في مرحلة الماستر في العلوم الطبية الحيوية في جامعة وورويك البريطانية في مسابقة أفضل براءة اختراع اللي بتنظمها الجهات المختصة بالجامعة. كان المبتعث طبعا السعودي سبيه تقدم بمشروع اختراع جهاز علمي فريد جدا متميز بيكشف جنس الجنين اعتبارا من الأسبوع السابع للحمل من خلال تحليل قطرة دم واحدة من إصبع الأم الحامل. ويشار برضو طبعا في نفس الخبر إلى أن جامعة وورويك البريطانية أطلقت منافسة بين أكثر من 80 مخترع من دول مختلفة كان بينهم طبعا طالبنا المتميز واللي شرفنا عبد الله سبيه حيث يخضع مشروعه حاليا إلى التصويت للفوز في المرحلة الأولى للتقييم بأفضل اختراع بإذن الله. طبعا الطالب هو الآن بينتظر دعمه ومساندته من أبناء الوطن المخلصين عشان يفوز بهذه
المسابقة اللي راح تختتم خلال يومين، وشد الهمة يا شباب ويا بنات. أكيد، وكل التوفيق طبعا لشبابنا في المملكة وخارج المملكة، دائما رافعين راسنا. عموما مشاهدينا، خلونا ننتقل لخبرنا الثاني اللي معانا اليوم. وخبرنا اليوم عن صور تداولوها أمس كثير في مواقع التواصل الاجتماعي، وكمان الكثير وصفها بالشجاعة والطريفة وبالجرأة العالية، واللي أفاد وأشاد الكثير بالإعجاب من قبل المجتمع ومن قبل المتابعين لهذه البرامج. وهي زكريا بالخيري، وأصبحت من زكية بالخيري أصبحت من أشهر الفتيات المسلمات المحجبات بعد مشاركتها في مظاهرة لحزب السياسي البلجيكي المناهض للإسلام، وفي موقف زي ما قلنا أكيد وصفوه الكثير بالشجاع والطريف في نفس الوقت، بعد ما التقطت صور شخصية سيلفي أمام لافتات ضد الحجاب والمساجد رفعها المتظاهرون. بس كثير يمكن مننا ما كان عارف إيش سبب هذه المظاهرات. اليوم راح نقول لكم السبب. بدأ المظاهرة عندما استضافت بلجيكا المعرض السنوي الثالث للمسلمين، وهو بمثابة احتفالية بالثقافة الإسلامية، الأمر الذي قوبل بالرفض والاستهجان من قبل أحد الأحزاب السياسية البلجيكية. ونظم الحزب وقفات احتجاجية ضد هذه الاحتفالية، وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها لا ترتدي الحجاب ولا للمساجد وأوقفوا الإسلام. وقررت الشابة المسلمة اللي أصبحت الحين أتوقع من أكثر الفتيات المسلمات المحجبات شهرة في العالم، مواجهة هذه المظاهرة بأفضل طريقة ممكنة، وأخذت تلتقط صور سيلفي أمام وبين المتظاهرين، واللي تداولها كثير أمس وشفناها كثير في مواقع التواصل الاجتماعي. جميل جدا، الله يقويها دائما وأبدا، يقوي كل اللي عنده رسالة وهدف سامي بيوصله من خلال المكان الموجود فيه. أهم شيء أن احنا دعمنا بالكلمة، أقل شيء بالكلمة الطيبة، من غير ما ندخل في نوايا الناس من خلال السوشيال ميديا تحديدا، وهذا شفناه مؤخرا. هننتقل إلى خبرنا الثالث اليوم معانا، وخبرنا لأحدث التكنولوجيا الموجودة، ولكم أن تتخيلوا أن سماعات أذن راح تترجم اللغات خلال المحادثات الفورية. يعني تكلمت معاكم ياباني الآن وأنتوا حاطين السماعة بتفهموا كل كلمة يقولها بالعربي. كلنا محتاجينها. قدمت إحدى شركات سماعات أذن جديدة ممكن ترجمة المحادثات الفورية بين شخصين يتحدثوا بلغتين مختلفتين، وبرضو تمكنهم من خلال هذه السماعات الجديدة فهم بعض بنسبة نجاح مدهشة. أعلنت الشركة أن السماعات الجديدة هذه ما راح تتباع بشكل فردي، عشان ما يضطر المستخدم أنه يدور على شخص عنده نفس هذه السماعة أو أنه يشتريها، لكن حتتباع بشكل مزدوج عشان يقدروا المستخدمين يتكلموا مع بعض، طبعا مع أي شخص ما يتحدث بنفس هذه اللغة، يصير هم يتشاركوا هذه التقنية. طبعا قالت الشركة أنه في مزيد من التفاصيل عن طريقة عمل السماعة أو التقنية المستخدمة في صناعتها، وبرضو أنه ممكن تطلب هذه السماعات الجديدة على موقع الشركة ابتداء من 29 مايو، يعني نهاية الشهر اللي احنا فيه، وتيجي بثلاث ألوان أحمر وأبيض وأسود. سعرها يتراوح ما بين 129 وإلى 179 دولار على حسب اللون. الله. يزيد السعر. الله صراحة كثير مننا يحتاجه. أو مشاهدينا، خلونا ننتقل لخبرنا السريع اللي معانا اليوم، فقرة الأخبار والمنوعات. وكلنا شفنا أكيد فيلم الأنيميشن السعودي بلال، وبعد مشاركته في مهرجان دبي السينمائي الصح. وكمان فوزه في هذا المهرجان، وشارك في مهرجان كان السينمائي، بس اللي كثير ما عرفنا أنه فاز بجائزة أفضل فيلم ملهم في مهرجان كان السينمائي في يوم أفلام الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد الأنيميشن. وشهد عرض الفيلم حضور إعلامي وجماهيري لافت، وهو يعد أول فيلم سعودي للرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد يشارك في المهرجان الذي انطلقت أعماله في 11 مايو الحالي وتستمر حتى 22 مايو. طبعا الفيلم صراحة جدا يستاهل الإنجاز اللي وصل له إلى اليوم. أنا حضرت أحد ورش العمل اللي صارت قبل ما يطلق البرنامج، كان لسه تيزر طالع. وشفت قد إيش التعب والناس وقد إيش عندهم أقسام كثيرة في عشان ينشئوا هذا الحدث، وجاتني انفيتيشن للأسف ما قدرت أطلع دبي، ولكن حقيقة فخورين جدا بهذا العمل اللي صار، اللي هو فيلم بلال. ننصحكم بأنكم تشوفوا. أكيد طبعا. عموما مشاهدينا مكملين بفقراتنا، آخر فقرة بعد الفاصل حنسلطن، لا تروحوا بعيد. يلا.
من جديد يا اهلا وسهلا وفي اخر فقرات حلقه اليوم من برنامج ساعه شباب، واكيد يوم الخميس لابد نسلطن مع بعض في هذه الفقره ونسمع اجمل الاصوات والمواهب اللي معنا والفنانين. وضيفنا اليوم يمتلك صوت جميل وكمان انطلق في عالم الغناء من 10 سنوات، ما راح اطول عليكم، خلينا نتعرف بضيفنا اللي معنا اليوم. شرفنا بالاستديو سلطان عامر. يا هلا فيك سلطان. هلا فيك، منورنا مشرفنا والله. حبيبي نورك. الله يسعدك. بدايه سلطان، لك يعني فتره ما شاء الله في الساحه الغنائيه، 10 سنوات ما هي قليل، حاولت في هذه ال10 سنوات انك تطور من موهبتك؟ والله الفتره مي قليل، 10 سنوات مره كثير، لابد من التطوير. يعني 10 سنوات فتره مره. يعني حسيت في فرق من البدايه الى الحين؟ اكيد اكيد، كل واحد بيغني من البدايه في فرق. حلو، بيلاقي فرق مع التدريب. أيوه ومع الغناء. كثير بيكتشف اخطاء بيمارس المواهب. حلو، جميل جدا. طب لك تجربه غنائيه في احد البرامج الخاصه بالمواهب، كيف كانت التجربه وايش اضافت لك؟ لانه في ناس، ليش انا اسالك، هو سؤال تقليدي شوي، ولكن حاليا في ناس تقول لك لا والله البرامج هذه يعني بتخنقنا وما بنعرف نشتغل وما بتضيف للكثير يعني، بس انت بالنسبه لك كيف كانت؟ والله البرامج هذه اللي اشتركت فيها انا طبعا قبل يعني اكتسبت منها اشياء مره كثير. يعني قبل لا تطلع على الستيج يمرنوك الصوت، كيف وقفتك على المسرح، يعني ما غير كذا، يعني تبرزك للجمهور. حلو، فتعطيك ملكه معينه في الوقوف على المسرح. أيوه أيوه تواجه الناس. ايوه حلو. جميل. يعني سلطان، طب ايش راح تسمعنا؟ نبي نسلطن يعني. بسمعكم اغنيه لعباس ابراهيم، ما انت فاهم. والله زمن جميل. طبعا نحيي طبعا العازف معنا، عازف الأورج محمد فهد، حياك الله حبيبي، يعطيك العافية. جاهز؟ جاهز. مروق؟ تمام، تفضل. ما انت فاهم يغلى من مر بعيون، عاشقك سلم امرأة للغرام، شفت فيك العمر يا القلب الحنون، من عرفتك وانا عايش فيها انسى العالم ولو هم يزعلون، ما عطيت اليوم غيرك اهتمام، عزت ترى العقل أطرى دلام، لك أنا بفخر عن العالم وأكون أسعد اللي حبي وجمال سلام. سلطان، كمان في أغنية سنجل يعني تجمعك أنت وأخوك بعنوان غايبة، عرفنا أكثر عليها. والله هذه الأغنية غنيناها ديوتو أنا أخوي فهد. كانت كنا مشتركين في برنامج فطلبوا مننا سينجل، فهم انتجوا لنا فيديو كليب. حلو. والأغنية احنا انتجناها. وكيف الأغنية؟ حسيتوا انه عجبت كثير من والله الأغنية حلوة والله. كويس ديوتو جميل. هي كتجربة مع أخوك يعني هي مختلفة أيضا. طبعا العزف على آلات موسيقية جميل جدا، وبيكون مهم جدا لأي فنان. يعني في ناس طبعا في آلات، عفوا، طيب في آلات جدا واحدة من يعزف عليها تساعده وتطور فيه وتطور من مهارات وتخليه حتى يمشي على مقامات معينة وتساعده كثير. هل في آلات انت بتمشي عليها او فكرت انك؟ والله تعزف؟ انا حاليا بعزف آلة الأورج كوردات بس. على خفيف وبرضو لا ايوه، والجيتار برضو يمشي. يمشي الكوردات؟ أيوة تمشي تمشي. ايوه تمشي عندك. أيوة. يعني لما تعلم على اتمكن مثلا من العود يعني لو اقوله كذا بفمي، اللي اقوله بالعود اقوله بفمي. ما شاء الله تبارك. أيوة الله. يعني حلو، هذه تسهل لك كثير. انا نفس كثير من اصدقائي نفس الشيء، يقول لك العود قد ايش يساعد. ايوه لازم لازم دق عود ان شاء الله صوتك. طب سلطان، يعني انت بديت نقدر نقول لو بتسمع الناس صوتك عن طريق السوشيال ميديا، ما فكرت في يوم من الايام انك تنتج اغنيه لنفسك خاصه تروحها؟ كثير من الفنانين بيتجهوا للحفلات والمناسبات عشان يعرفوا الناس اكثر، يعرف الناس اكثر بصوتهم، وكمان بيروحوا يحاولوا
حلو انهم يطلعوا للناس بصوره اكبر ومستمره دائما، مو بس من خلال السوشيال ميديا، فما فكرت انك تتجه لهذه الاتجاهات؟ والله انا ان شاء الله في اغنيه بشتغل فيها ان شاء الله في العيد باذن الله سنجل، والسوشيال ميديا ضروري في هذا الشيء. حلو. طب يلا نسمع ايش راح تغني. نبي نسمع والله ما نبي نتكلم، ايش حنسمع الان؟ حغني التاج. تاج سلام. أنا اللي لباسك تاجك، وأنا اللي جاي يشيل التاج، صعب تملكني أو تملك بلحظة طيش وجداني، ملاك أتخيلك أول ونورك بالسما وهاج، من قبل القناع يطيح وشوفك واحد ثاني، أببني بيننا حاجز إذا سببت لك حراج، وببعد عن مدك ولا تفكر يوم تلقاني، أبصرخ بالمداجز وأنا آسف على الإزعاج، وش أجمل من أكون إنسان حر هادي جنحاني. ما شاء الله عليك، أنا بس أقول لك سلطان حاجة، صوتك مو حلو، لا مو صوتك حلو، أنا عارف. انت ذكي في استخدام صوتك ما شاء الله، غير انه صوتك حلو ما شاء الله تبارك الله. في ناس لا، في ناس عن جد والله في ناس عندهم اصوات جميله الله يسعدك، إيه بس في ناس كثير ما تعرف تستخدم، ما شاء الله انت عندك صوت جميل تعرف تستخدمه صح، ويا حنون يعني يا حنون قلوب الناس بصوتك الحلو ما شاء الله عليك ما شاء الله جميل. انا بسالك سؤال اخير عشان كمان نختم بأغنية أو موال زي ما ذكرت، أنت قلت يا غايبة عندكم أنت وأخوك، هل في عمل ثاني وهل حتسوي عمل جديد؟ والله لازم ضروري. إيش في بالك شيء يعني الآن؟ أيوة إن شاء الله في العيد بإذن الله نزل. بس غير غايبة ما في، ما في غايبة. غير. لا لا غير. بإذن الله إحنا نستنى الجديد بفارغ الصبر. طبعاً أكيد يعني سلطان عامر شرفتنا اليوم ساعة شباب، وكمان سلطنتنا، ولسه بعد ما نختم الحلقة حتسلطننا كمان بموال، ونتمنى لك أكيد التوفيق في مجال الغناء. الله يعطيك العافية سلطان. هذه طبعاً نهاية حلقتنا لليوم، ما طبعاً إحنا حنختم لكن حنسمع سلطان في موال سريع. إيش الموال سلطان حيكون؟ ولي خلنا. ولي خلنا. طيب حنسمع إن شاء الله بعد. بعد ما انتهى لكن انا طبعا اقول لكم هنا تواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي، ايميل البرنامج موجود، وايضا هاشتاج ساعة شباب دائما وابدا في الويكند طقطقوا عليه انتم طفشانين، شوفوا ايش رايكم، ايش عندكم، ايش ما عندكم، بنرحب بكل الافكار الموجوده معنا. وبكذا مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا وسلطنتوا معنا. راح نلقاكم يوم الاحد من الساعه 4 للساعه 5، واكيد نتمنى لكم ويكند سعيد. نقول لكم في امان الله، كنت معاكم انا لمياء غالب، وانا كنت معكم طلعت سنه، لكم فوان الله. مع السلامة، نختم مع سلطان. سلطان تفضل. آمان ولي خل يسائلني بغدر، ولي خل يسائلني بغدر، وحير بالتخاف جل فكري يقول له وقد أصغى لغيري، تمنى الحاسدين عليك غدري ليتخذوك من بعد خليلا. يا ليل يا ليل يا ليل.